مباشر من الدورة التدريبية لتطوير مهارات السائقين الشباب في الأردن. أنا شادية بسيسو ومعي سليمان عواد من فلسطين. كيف حالك سليمان؟ تمام الحمد لله. سليمان كتير حابين نتعرف عليك. أنا سليمان عواد من فلسطين من مدينة أريحة. بلشت مشاركاتي بال2011 في بداية 2011 بالسبيد تيست، أكيد بدعم من الاتحاد الفلسطيني. المتابع معي كان رئيس الاتحاد خالد قدورة، موجه له تحية. أكيد رياضة السيارات كثير حلوة أكيد، وهذا حب لها. يعني شو سر حبك لرياضة السيارات؟ هواية. هواية؟ أكيد. ومن أنت صغير كنت تتابع البطولات؟ إيش كنت تتابع؟ يعني شو شدك تبطل يعني من متفرج تصير متسابق؟ الدريفت. دريفتينج؟ أول مرة شفت دريفتينج على التلفزيون قلت خلص أنا لازم أشارك بهاي الرياضة. إحنا ما عندنا دريفت، شاركت في السبيد تيست في بداياتنا، جديد حولت على الدريفت. أوكي. في بداية 2013. وكيف كانت هاي التجربة إنه تحول من السبيد تيست للدريفت؟ بتحب تكون سائق دريفت محترف ولا بتضل هواية؟ محترف. محترف. أكيد. وشو البطولات اللي شاركت فيها لهلا؟ في 2013، في بداية 2013 في مادبة هون في الأردن. نعم. برضو بدعم من الاتحاد الفلسطيني. بدعم من الوالد وشركة ساندكو في رام الله. بنوجه لساندكو كمان تحية ونشجعهم على دعمهم لرياضة سيارات والشباب. شو طموحك بهاي الرياضة؟ نوصل على المراحل فيها إن شاء الله. على المراتب. على المراتب. نعم. بأي بطولات؟ ريد بول بارك دريفت الميدل إيست. أكيد إن شاء الله. حابين نشارك بطولة السنة الجاية أكيد. هاي السنة ما قدرنا نشارك فيها لأنه ما في عدد متسابقين كافي. شو الخطوات اللي لازم تتبعها بتحس أنت كمتسابق شاب ليوما ما يصير عندك لقب مثل ريد بول كار بارك دريفت شامبيون؟ أكيد نتمنى إنه يكون. بس شو الخطوات اللي لازم يعني كيف يعني إذا أنت هلأ بدك تعمل خطة إنه بعد 5 سنين أنا بده يكون عندي، أنا كتير بتمنى يكون عندي هذا اللقب، مش بس رح أحكيك رح أشتغل على الموضوع، شو ممكن تعمل؟ أول شيء بدها تدريب، بدها تجهيز بعدين للسيارة أكيد، تجهيز كامل، وبدها سبونسر يعني أكيد. شو بتوجه الرسالة لداعمين لتشجعهم يدعموك أنت بالأخص؟ لازم يدعموا أكيد يعني. ليش لازم؟ شو بتوجه لهم رسالة وشو بيميزك عن المتسابقين الثانيين؟ يعني شو كتير منيح إن شاء الله، في إنه كتير فيديوز يعني إنه بثبت إنه إحنا مشو كتير منيح، بس ما إلنا فرص إحنا بفلسطين يعني إنه جديد هاي الرياضة عندنا. وشو البطولات اللي بتتابعها؟ كل بطولات الدريفت أكيد، السبيد تيست تبعتنا، السبيد تيست نادي السيارات الملكي، الدريفت الأردني كامل بنحضره أكيد يعني. نكون متواجدين معه. يوم الجمعة؟ إن شاء الله. كيف تجهيزاتك؟ تمام إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. والحماس للسباق؟ أكيد موجود. شاركت قبل بالعقبة؟ لا. هاي أول مرة؟ هاي أول مرة بالعقبة إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. هاي المقابلة وباقي المقابلات أكيد بتتابعوها على الصفحة الرسمية للسيريان أوتوموبيل كلوب نادي سيارات سوريا على يوتيوب. خليكم معي.